السلام عليكم. معكم الدكتور محمد عبد الله الجرافي، مادة deflection analysis 1، وهذه المحاضرة السادسة، وفيها سنستخدم نشرح طريقة الكونجكت بيم. طريقة الكونجكت بيم، طبعا الهدف من هذا الكورس هو calculate the slope and deflection due to the bending at any point in the beam. الهدف من هذا الكورس هو حساب السلوب او الماس، وكذلك الديفليكشن او الهبوط عند الجسر نتيجة البندنج مومنت. ولهذا سوف نستخدم اربع طرق. شرحنا في المحاضرات السابقة الدبل انتجريشن والمومنت اريا ميثود. في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة سوف نستطرد ونشرح طريقة الكونجكت بيم ميثود. فاليوم نركز على الجزء النظري ونأخذ مثال واحد، والمحاضرة القادمة سوف نأخذ عدة أمثلة أخرى. طبعا للتذكير، المرجع لدينا structure analysis الطبعة الثالثة الهبلر، لازمنا في الشابتر الثامن. نتذكر من المحاضرة السابقة بعض المعادلات المهمة والتي سوف نستخدمها في استنتاج الكونجكت بيم ميثود. المعادلة الأولى بتقول أن التكامل الأول للعز يعطيك السلوب مضروب في الإي آي. عفوا، فالسلوب أو الديفلكت أو الميل مضروب في الإي آي يساوي التكامل الأول للعز. المعادلة الثانية المهمة أن التكامل الثاني للعز يساوي التكامل الأول للسلوب مضروب في الإي آي، ويساوي كذلك الديفليكشن الهبوط مضروب في الإي آي. فبالتالي الثيتا نستنتج تساوي تكامل العزم، والديفليكشن يساوي التكامل الثاني للمومنت. أيضا نذكر ببعض الباوندري كونديشن للجسور، وهي السبورتس، أنواع السبورت. في السبورت الأول الذي يسمى رولر أو ريكر، لديك قيمة الديفليكشن يساوي صفر، الهبوط معلوم قيمة الصفر، لأن السبورت يمنع من الحركة. لكن يسمح هذا السبورت بتوليد ثيتا، وهذا الثيتا تعتمد على نوعية الحمل، لها قيمة تعتمد على قيمة الحمل. فبالتالي ها الرولر أو الهنج كذلك تكون قيمة الديفليكشن معروفة وقيمة الثيتا مجهولة. النوع الثالث من أنواع الركائز السبورتس هو الفيكست. في الفيكست كلا الديفليكشن والثيتا معلوم وقيمتهما صفر، والشكل الإلاستيك كيرف بهذه الصورة. طيب، عند الجوينت ما بين المفصل في الفريم، خاصة ما بين المنبر الأفقي والمنبر الرأسي، عندما يكون ريجيد، فإذا انحر مالت أو حصل روتيشن في الجوينت، فالمنبر الأفقي والمنبر الرأسي يدوران بزاوية واحدة قيمتها ثيتا، فالثيتا هنا تساوي ثيتا هنا، لأن الزاوية بينهما 90 درجة. لكن في حالة أن يكون هناك internal hinge، فإن الثيتا المنبر الأفقي تختلف تماما عن الثيتا المنبر الرأسي. طيب، لو نرجع إلى نظرية إنشاءات، في نظرية إنشاءات كان لدينا هذه المعلومة أن تفاضل الشير يعطي الحمل، أو بصورة أخرى تكامل الحمل يعطي الشير، وكذلك التفاضل الثاني للعزم يعطيك الحمل، أو التكامل الثاني للحمل يعطيك العزم. وقبل قليل شرحنا أو أثبتنا من هذه النظريات أن تفاضل السلوب يعطيك المومنت، وتفاضل الهبوط يعطي المومنت، أو بالتكامل تكامل المومنت يعطي السلوب، والتكامل الثاني للعزم يعطي الديفليكشن. ولهذا نلاحظ أن هناك علاقة ما بين الشير والثيتا، وكذلك المومنت والديفليكشن.
فالعلاقة أن الشي والثيتا كلاهما تكامل، لكن الشي تكامل الحم والثيتا هو تكامل الإم على إي آي. إذن لو اعتبرنا الإم على الإي آي كحمل فنستطيع أن نعتبره كأنه شير. نفس الشيء للهبوط، الهبوط يساوي التكامل الثاني للإم أوفر إي آي، والعزم يساوي التكامل الثاني للحمل. فلو اعتبرنا الإم على الإي آي حمل فبالتالي نستطيع القول أن الديفلكشن يساوي المومنت. إذن الفكرة في الكونجكت بيم أن هناك ريال بيم. ريال بيم هي المسألة اللي بتجي ونحلها ونستطيع أنه يوجد فيها السلوب الديفلكشن التي عبارة عن جسر، قد يكون سيمبلي سبورت، قد يكون فيكس، قد يكون توس باند، قد يكون كانتليفر، ومعرض عليه مسلط عليه أحمال خارجية سواء كانت موزعة أو محملة. الفكرة هنا أن هناك تكافؤ عددي بين السلوب في الريال بيم مع ما يسمى الشير للكونجكت بيم. كيف نوجد الكونجكت بيم؟ كونجكت بيم هذا عن شرحه بعد بعض السلايدات لاحقا. والحمل، لاحظوا الفارق أيضا، الحمل هنا الحمل هو الحمل العادي، بينما في الكونجكت بيم الحمل المسلط عليه هو العزم على الإي آي. إذن في الكونجكت بيم ليس الحمل، لا نسلط عليه الحمل العادي، ولكن نسلط عليه حم يكافئ العزم الناتج من الحمل العادي على الريال بيم مقسوما على الإي آي. ولهذا نستطيع أن نقول حسب نظري، حسب الكونجكت بيم ميثود، أن الشيء أن السلوب عند هذه النقطة في الريال بيم يكافئ عدديا الشير عند هذه النقطة للكونجكت بيم تحت تأثير المومنت على الإي آي. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن الديفلكشن عند أي نقطة في الريال بيم يكافئ عدديا الديفلكشن للكونجكت بيم أندر إم حمل مقداره إم أوفر إي آي. إذن نلخص نظريتي الكونجكت بيم. النظرية الأولى تقول السلوب at point in the real beam is numerically equal to the shear at the corresponding point in the conjugate beam. الميل عند أي نقطة في الريال بيم يكافئ عدديا الشير عند نفس النقطة للكونجكت بيم. النظرية الثانية the displacement of the point in the real beam is numerically equal to the moment at the corresponding point in the conjugate beam. الهبوط عند أي نقطة في الريال بيم يكافئ عدديا قيمة العزم عند نفس النقطة للكونجكت بيم. إذن خلاصة الموضوع أو لب الموضوع في الكونجكت بيم أنه لإيجاد السلوب أو الديفلكشن لأي ريال بيم يجب أن نحدد الكونجكت بيم المكافئ للريال بيم. الكونجكت هنا كان بالترجمة العربية معناه المرافق، فكأنه يرافق الريال بيم. لكل ريال بيم هناك كونجكت بيم مرافق له. فبالتالي يجب أولا أن نحدد ما هو الكونجكت بيم، ثانيا الحمل المسلط عليه هو نفس العزم الناتج من الريال بيم مقسوم على الإي آي. وبالتالي عند تجهيز الكونجكت بيم مع أحماله فنستطيع أن نقول أن الدفلكشن هنا يكافئ العزم هنا، وأن الثيتا هنا في الريال بيم يكافئ الشير في الكونجكت بيم. هذا هو لب القضية أو لب الفكرة في الكونجكت بيم. طيب الآن نتناول موضوع الكونجكت بيم، كيف نكون الكونجكت بيم لأي ريال بيم. هذا الجدول يوضح لنا كيفية الطريقة، بس في السلايد هذا وضحته وكبرته. عادة ما نركز على السبورتس لتحديد الكونجكت بيم، نركز على السبورتس. فمثلا في النوع الأول أو السبورت الأول اللي هو بن أو إكسترنال بن
نلاحظ الآن فيما سيأتي أن هناك بند في وسط الجسر. الآن ندرس قضية البند في طرف الجسر. في طرف الجسر البند كما شرحنا سابقا معلوم قيمة الديفلكشن قيمتها صفر، والثيتا قيمتها كام؟ لها قيمة لكن غير معلومة. طيب حسب نظريات الكونجكت بيم الأولى فإن الثيتا في الريال بيم يكافئ ماذا؟ يكافئ الشير في الكونجكت بيم. فبالتالي إذا كنا نريد ثيتا لها قيمة في الريال بيم فنحن نحتاج سبورت قيمة الشير لديه لها قيمة. كذلك الديفلكشن، هنا الديفلكشن في الريال بيم يساوي صفر، فحسب نظرية الكونجكت بيم فيكافئ مومنت. ما هو السبورت الذي يعطي مومنت يساوي صفر؟ فبالتالي نحتاج إلى سبورت قيمة لديه قيمة في الشير وليس لديه قيمة في المومنت. ما هو؟ هو البن. فبالتالي الكونجكت بيم أو السبورت للكونجكت بيم للبن هو بن. نفس الشيء في الرولر لأن الباوندري كونديشن ثابتة، الثيتا والدلتا تساوي صفر، فالكونجكت بيم للرولر هو عبارة عن رولر. هذا النوع الأول والنوع الثاني. طيب نجي للنوع الثالث وهو الفيكست. في الفيكست نلاحظ أن الثيتا والديفلكشن يساوي صفر. حسب نظرية الكونجكت بيم إذا كان الثيتا تساوي صفر في الكونجكت بيم الشير يساوي صفر، وإذا كانت هنا الدلتا تساوي صفر فهنا تساوي المومنت يساوي صفر. فبالتالي ما هو السبورت الذي قيمة الشير فيه صفر وقيمة المومنت يساوي صفر؟ هو الفري، يعني الحر. في الحر هنا لا يوجد سبورت، فبالتالي لا يوجد قيمة للشير ولا يوجد قيمة في المومنت. العكس يعتبر أيضا صحيح. عندما يكون في الريال بيم لدينا فري فقيمة الثيتا لها قيمة مجهولة والدلتا لها قيمة مجهولة، فحسب نظرية الكونجكت نريد شير له قيمة ومومنت له قيمة، وهذا يتأتى في السبورت اللي هو فيكست. في الفيكس لدينا رياكشن شير ورياكشن مومنت. إذن لحد الآن الكونجكت بيم للبن والرولر هو بن ورولر زي ما هو، والكونجكت بيم للفيكست هو فري وللفري هو فيكست. طيب ننتقل للحالة الخامسة. في الحالة الخامسة معنا internal bin أو internal roller. في هذا الحالة هناك الثيتا تساوي قيمة معينة والدلتا تساوي صفر، فبالتالي حسب نظرية الكونجكت بيم نريد support أو ركيزة قيمة الشير لديها قيمة والمومنت يساوي صفر، وهو يتأتى في عملية الهنج. هذا الهنج اللي تذكروه عبارة عن ايش؟ اكسترا اكويشن، بتكون المعادلة سيجما مومنت ات هنج يساوي صفر، وبالتالي لهذا العزم هنا يساوي صفر لكن الشير له قيمة. نفس الشيء في الانترنال رولر، فالكونجكت بيم للانترنال رولر هو عبارة عن هنج. اذا الكونجكت بيم للانترنال بن او رولر هو عبارة عن ايش؟ هنج. والعكس صحيح ايضا، عندما يكون لديك في الريال بيم هنج فإن الكونجكت بيم لديه انترنال رولر. ننتقل الآن إلى مسألة بكاملها، يعني عندما يكون لدينا بيم ما هو الكونجكت بيم له؟ احنا شرحنا الآن سابقا السبورت، والبيم الآن يتكون من عدة سبورت. فمثلا هذا النوع عبارة عن ايش نسميه؟ سمبلي سبورت. الركيزة الأولى هنج والركيزة الثانية رولر. فإذا كان هو الريال بيم فما هو الكونجكت بيم؟ نراجع نشوف هنا الكونجكت بيم للبن بن والرولر رولر، إذن سيكون الكونجكت بيم بن ورولر. طيب إذا كان لدينا أوفر هنج كانتليفر، بمعنى لدينا ثلاثة أنواع من السبورتس، لدينا بن رولر فري، فما هو الكونجكت بيم لهذا الريال بيم؟ الكونجكت بيم للبن بن وللرولر أي هنج وللفري فيكست، يكون بهذه الصورة. هذه صورة الكونجكت.
طيب مثال أخير، عندما يكون الريال بيم بهذه الصورة، فما هو الكونجكت بيم للفكست؟ فري، والإنترنال رولر هنج، والهنج إنترنال رولر، وللبن بن، فيكون بهذه الصورة الكونجكت بيم. طيب نأخذ الآن مثال ونشرح فيه كيف نوجد الديفليكشن أو السلوب باستخدام الكونجكت بيم وكيفية الخطوات اللازمة لحل هذه المسألة. طيب في هذا المثال لديك سمبلي سبورت مكون من هنج و أو بن ورولر مسلط عليه حمل قيمته مركز حمل مركز قيمته 8 كيلو نيوتن على مسافة 9 من السبورت A و 3 أمتار من السبورت B. طول الجسر 12 متر. المدلس أوفر سيستم 200 جيجا باسكال والآي مومنت إنرشيا 60 في 10 أس 6 مليمتر أس 4. والمطلوب إيجاد الماكسيمم ديفلكشن. إذن هنا الهدف إيجاد الماكسيمم ديفلكشن باستخدام الكونجكت بيم. الخطوة الأولى تحديد الرياكشن للريال بيم ورسم البندق مومنت الريال بيم حسب نظرية كأنها مسألة من نظرية إنشاءات. نأخذ سيجما مومنت هنا ونستنتج القوة للبي تساوي 6. نأخذ سيجما اف واي ونستنتج أن القوة هنا تساوي 2. إذا ثاني خطوة نوجد المومنت. المومنت لهذا الشكل عبارة عن عزم الشكل مثلثي، تمام، صفر عند الاي وصفر عند البي ورأس المثلث عند الثمانية. قيمة العزم هنا ما تساوي يا إما 6 في 3 أو 9 في 2، كلاهما تعطي القيمة 18، فيكون العزم عبارة عن 18 على اي اي. طبعا أنا رسمت العزم إلى أعلى، بعض الناس يرسموه إلى أسفل أو تعلموا إلى أسفل، ما بش مشكلة أبدا، ترسم أعلى أو ترسم أسفل ما بش أي مشكلة، لن يغير شيء. لكن الشيء الضروري أن نعرف إشارته. إذا كان موجب 18 فاتجاه الحمل للكونجكت بيم يكون إلى أعلى. أعيد، إذا كان العزم موجب فاتجاه الحمل إلى أعلى، أما إذا كان العزم سالب فاتجاه الحمل إلى أسفل. طيب إذن الخطوة الأولى أوجدنا الرياكشن والمومنت، قسمنا المومنت على إي آي، سلطنا المومنت على الكونجكت بيم الذي هو واضح في الكونجكت بيم هو نفسه في هذا الحالة للريال بيم. فبالتالي لدينا الآن مسألة جديدة من نظرة إنشاءات. المطلوب في هذه المسألة اللي هي نظرة إنشاءات إيجاد أيش؟ أقصى مومنت. لماذا؟ لأنه المطلوب هو أقصى ديفلكشن، فأقصى ديفلكشن في الريال بيم يكافئ عدديا أقصى مومنت في الكونجكت بيم أندر بندق مومنت لود. فبالتالي الآن أصبحت لدينا مسألة أخرى من نظرة إنشاءات عبارة عن سمبلي سبورت محمل بحمل موزع مثلثي قيمته صفر في الأطراف و 18 إي آي إلى أعلى على مسافة 9 أمتار من الـ A أو 3 أمتار من الـ B. طيب كيف نوجد الماكسيمم مومنت هنا؟ أول حاجة نوجد إيش؟ الرياكشن. كيف نوجد الرياكشن؟ نقسم الشكل المثلثي هذا إلى قسمين للسهولة. المثلث الأول، هذا هو المثلث الأول وهذا المثلث الثاني. فمساحة المثلث الأول عبارة عن إيش؟ نص القاعدة اللي 9 في الارتفاع 18، هدي لك 1.8. طيب فين يتركز؟ يتركز من الثلث من الرأس أو ثلثين من الطرف، فثلثين 9 6، فيتركز الحمل بيجي على مسافة 6 أمتار من الـ A. طيب نأتي إلى المثلث الثاني. المثلث الثاني مساحة القاعدة، مساحة الحمل عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع ويساوي نص في 3 في 18 ويساوي 27، ويتركز على مسافة ثلثين من الطرف اللي هي ثلثين 3 2. فبالتالي كافأنا الشكل المثلثي إلى حملين. الحمل الأول يقع على مسافة 6 من الـ A بقيمة 81 على إي آي إلى أعلى. الحمل الثاني على مسافة 2 من الـ B بقيمة 27 إي آي إلى أعلى. الآن نوجد الرياكشن at B و at E.
كيف ناخذ سيجما مومنت ات اي ونستنتج القوه الرياكشن ات بي هتساوي 63 على اي اي الى اسفل. بعدين ناخذ سيجما اف واي ونستنتج قيمه ايش الرياكشن ات اي اللي تطلع 45 اوفر اي اي. طيب الان حللنا المساله واوجدنا الرياكشن، لازم نريد ان نتذكر ما هو المطلوب. المطلوب اقصى عزم. ما هو اقصى عزم؟ هل اقصى عزم يقع من 0 الى 9 ام من 9 الى 12؟ هل يقع داخل المثلث الاول ام في المثلث الثاني؟ كيف نستطيع ان نحسم هذه المساله؟ من خلال دراستنا من نظريه الانشاءات نستطيع ان نتذكر ان اقصى مومنت يكون فين؟ عندما الشير يساوي صفر. وبالتالي متى يساوي صفر الشير؟ هل يساوي في المثلث الأول أم في المثلث الثاني؟ لتحديد ذلك نأخذ سيجما اف واي ولنفترض نبدأ من الجهة A. لدينا لما نرسم الشير هيكون معنا 45 إلى أسفل سالب 45. إذن بداية الجسر عند E قيمة العزم قيمة الشير سالب 45. طيب خلال التحرك من E إلى رأس المثلث سوف يتولد نتعرض إلى أحمال موزعة بانتظام خطي بقيمة كام أو محصلتها 81. إذن كنت أنا سالب 45 إلى أسفل، طلعت بقيمة 81، كم تكون المحصلة؟ موجب 36. فبالتالي كنت 45 بالسالب وأصبحت هنا موجب 36. فبالضرورة وبالتأكيد أن قيمة الزيرو في سموير في مكان ما بين الصفر والتسعة. فلهذا نجزم أن الماكسيمم دف مومنت يقع في مسافة ما بين الصفر والتسعة. لماذا؟ لأن الزيرو شير أيضا يقع في هذه المنطقة. إذن الحل نأخذ سكشن، أخذنا سكشن على مسافة كم؟ إكس. على مسافة إكس وعند هذا السكشن المومنت يتولد قيمة للمومنت وقيمة للشير. طبعا عشان المومنت يكون أقصى قيمة الشير هنا يساوي كم؟ صفر طبعا. وهنا أخذنا الرياكشن 45 لكن الحمل أخذنا جزء من الحمل يعني على مسافة إكس. فإذا كانت المسافة إكس فكم يكون هنا الحمل؟ عشان نحدده نشوف نسبة وتناسب في هذا المثلث. في هذا المثلث لو تلاحظوا في 9 أمتار تولدت العزم كم؟ 18 على إي آي، صح ولا لا؟ فبالتالي لو أخذنا هاي نسبة وتناسب هيكون كأنه 2 إكس. فلما تكون الإكس 9 هيكون إيش؟ العزم عبارة عن 2 في الإكس اللي هو 2 في 9 18. فبالتالي هنلاحظ أن قيمة الحمل هنا 2 إكس. إذن قيمة العزم هنا 2x على اي اي. طيب في هذا السكشن لتحديد قيمة الاكس نأخذ ايش؟ نأخذ واحدة من معادلات الاتزان. ما هي المعادلة المطلوبة او اللي لازم نأخذها؟ هي سيجما اف واي. سيجما اف واي في السكشن هذا يساوي كم؟ صفر. فبالتالي سيجما اف واي ونفترض الاتجاه الى اعلى موجب يساوي صفر، هيكون معنا سالب 45 الى اسفل اي اي زائد مساحة المثلث اللي هو نص في القاعدة اكس في الارتفاع اللي هو 2 اكس على اي اي ناقص في داش. بس هنا الفي داش قلنا تساوي كم؟ صفر. وتساوي صفر. المعادلة كلها تساوي صفر. نحل هذه المعادلة ونستنتج منها ايش؟ ان اكس تساوي 6.71. طبعا نحل هذه المسألة هتطلع لك قيمتين، قيمة بالموجب وقيمة بالسالب. السالب يعني قيمة مرفوضة، فناخذ القيمة الصحيحة او المقبولة 6.71 والتي فعلا تقع ما بين الصفر والتسعة اللي فرضناها. اذا استنتجنا الاكس. طيب لإيجاد المومنت ايش نعمل؟ نأخذ المعادلة الثانية من معادلة الاتزان اللي هي سيجما مومنت
عند هذه النقطة تساوي كم؟ صفر. فالسيجما فنأخذ مثلا عقارب الساعة الاتجاه الموجب هو عكس عقارب الساعة. فنأخذ العزم هنا هيكون كم؟ ام بالموجب ناقص الحمل حق الموزع اللي هو عبارة عن مساحة المثلث نص الاكس في الاثنين اكس، طبعا هنا الاكس هنعوضها بستة بون سبعة واحد في المسافة ما بين السنتر حق المثلث والسكشن اللي هو عبارة عن ثلث الاكس اللي ثلث ستة بون سبعة واحد زايد الرياكشن اللي هو 45 اي اي في المسافة الاكس او ستة بون سبعة واحد التي نلخصها في هذه المعادلة اللي 45 على اي اي في 6.71 ناقص مساحة المثلث في السنتريود زائد المومنت يساوي صفر، وبالتالي المومنت يساوي سالب 201.2 على اي اي. هذا الكلام للكونجكت بيم، وحسب نظرية الكونجكت بيم هذا يكافئ عدديا الدفلكشن، فأقصى مومنت في الكونجكت بيم يكافئ عدديا أقصى دفلكشن في الريال بيم. ممكن نعوض قيمة الإي بالقيمة المعطاة وقيمة الآي بالقيمة المعطاة، لكن لا ننسى أن نحول الوحدات من مليمتر إلى متر، وذلك بالقسمة على 10^12. فحل هذه المسألة بعد التعويض هتكون سالب 0.168 متر أو سالب 16.8 مليمتر. ونلاحظ أن القيمة السالب معناها أن الهبوط إلى أسفل، لو كان الديفلكشن بالموجب معناها الهبوط إلى أعلى.